كلمنا عن الخطة الحديثة اللي بتتعلق بالمصارف الزراعية، تحديث المصارف الزراعية وهي في أكثر من محافظة، صحيح؟ أبرز ملامح الخطة دي. هو بالنسبة للخطة احنا عندنا في وزارة الري في اسطول ضخم من المعدات الحفارات واللوادر والعربيات والكساحات. طبعا هذا الاسطول بالاضافه ان احنا بنتعامل مع شركات عده متخصصه في تطهير وتجريف المصارف الزراعيه وازاله الحشائش ومقاومتها بصفه مستمره، ودي عقود تطهير سنويه ومستمره على طول، واحنا في خطه لها مبالغ مرصوده علشان نحافظ على نوعيه المياه. الحاجه الثانيه برضو احنا المشكله بنواجهها كبيره جدا، احب انوه عنها ان المصارف الزراعيه في مصر اصبحت مجني عليها. هي المصارف الزراعيه دي اصلا هي انشئت وبغرض زي ما الاستاذ الدكتور عماد قال ان هي بغرض انها تسحب ميه الصرف الزراعي الزياده وتمشي فيها، دي مياه زراعيه نظيفه يعني. لكن احنا بقى لا بنستقبل مياه صرف صحي ملوث، بقينا بنستقبل مياه صرف صناعي ملوث، بقينا بنستقبل قمامه وكسر. أسوأ حاجة ده في محافظ بنستخدمه في المصارف. احنا بنطهر المصرف النهارده خصوصا في الجيزه هنا، بنطهر المصرف ثاني يوم بنلاقي الاهالي رموا فيه قمامه وزباله ومفيش منظومه قمامه يعني قويه حتى الوقت ده. ففي لازم تكاتف كل وزاره تقوم بدورها بالظبط، والمحافظات في حمايه تلك المصارف. احنا دلوقتي النهارده عندنا موارد مياه محدوده، وميه الصرف زي ما قلت بنعيد استخدامها، فلابد من الحفاظ على نوعيه المياه دي من اي تلوث بيجي، سواء بقى صرف صحي، صرف صناعي، قمامه. فده دورنا كلنا، علشان احنا عندنا هدف سامي ونبيل ان احنا نحافظ على تلك المياه لاعاده استخدامها.